اتكلمنا عن وليد عبد الرازق، ولكن ما اتكلمناش عن ليه وليد عبد الرازق. باختصار شديد الكلام اللي بقوله لحضراتكم ده دار داخل لجنه الحكام. لجنه الحكام اللي فيها اشخاص مقربين من كلاتنبرج واشخاص غير مقربين من كلاتنبرج. حصل ازمات كتير، كان احمد ابو العلا اللي بيعين الحكام، بعد كده جاء الكابتن محمد فاروق وتم وعده ان هو هيكون نائب رئيس لجنه الحكام، فمعاه تامر دري، معاه ايمن دجيش، حامل رايه بيعين الحكام المساعدين، دري بيعين الفيديو، الكابتن محمد فاروق بيعين حكام الساحه، وكانت القصه ماشيه بالشكل ده لغايه لما صدر قرار من الاتحاد كره القدم المصري بتشكيل لجنه حكام بلا لوائح او قوانين لخلو منصب نائب الرئيس. فتامر دري مع ايمن دجيش مع محمد فاروق قدموا استقالتهم في قعده تانية حصلت. القصه اللي انا بحكيها لكم ده اللي بيتم الحقيقه يعني، فانا اسف بقول لكم قعده تانية، لا في قعده تانية حصلت كان حاضرها محمد فاروق، وتم الاتفاق ان محمد فاروق هيكون نائب رئيس لجنه الحكام مره اخرى لان كلاتنبرج بيسافر كتير، ولما جم قالوا له اقعد قال انا مش هقدر اقعد، وده انا متفق معاكم من الاول ان انا يعني مش مقيم في القاهره. تمام، طب هنرجع الكابتن محمد فاروق عشان لما انت تكون بره يكون الكابتن محمد فاروق هو اللي بيدير اللجنه. الكابتن محمد فاروق قال لا انا هرجع لما تعلنوا بشكل رسمي زي ما طلعتوني من الاعلان اللي كان اللي فات للجنه الحكام. كل ده بحكي لك ليه؟ لان الفتره دي رجع تاني احمد ابو العلا هو اللي يتم تعيين الحكام. كان في حكم دخل بعد الاسبوع ال 11 اسمه الكابتن توفيق السيد. فالكابتن توفيق السيد عين طاقم تحكيم، ولكن الكابتن احمد ابو العلا عين طاقم تحكيم. كلاتنبرج خد بمين؟ خد بتعيين الكابتن احمد ابو العلا اللي تم داخل اللجنه باختصار شديد وبوضوح كمان. اتقال ايه؟ اتقال نادر عبد الرازق مش بس عنده 41 سنه، لا هو حكم كويس، هو حكم كويس، ولكن نادر عبد الرازق من القناه، ومباراه الاهلي والمصري لها حساسيه خاصه بعيدا عن كره القدم، مش بس كره قدم، وهو جاي مباراه جماهيريه، وبالتالي كنا بنجيب حكام اجانب أو حكام خارج منطقة القناة أو منطقة القاهرة. فيا ريت يا كابتن أحمد أبو العلا توصل ده لكلاتنبرج عشان يغير طاقم التحكيم ويرجع لطاقم التحكيم اللي كان معين لهذه المباراة. الحقيقة الكابتن أحمد أبو العلا إما وصل وإما وصلش، ولكن في النهاية هو أصر على وجود وليد عبد الرازق. فلما تيجي تشوف المعطيات دي وتظهر لك المعطيات دي لازم تبقى واخد بالك إن اللي بيتم داخل لجنة الحكام أمر صعب وصعب جدا، وتعيينه عليه علامات استفهام كبيرة جدا. ولما تشوف الإنذار اللي خده محمود متولي والأستاذ عمرو أديب يقول لك طب ما كان عنده 90 دقيقة تقدر تدي له أي إنذار، للأسف والله يا أستاذ عمرو ما كانش فيه التحامات عملها محمود متولي تستدعي إن هو ياخد إنذار، وياسر إبراهيم للأسف أيضا ما كانش عنده أي قدرة على إنه يعمل التحامات تستدعي ياخد إنذار، فياسر اتغير ففضل محمود متولي فإداله إنذار. لكن بما إننا بنتكلم عن الوقت بدل الضايع والكلام بتاع الكابتن مدحت شلبي، انا عندي حكام بتطبق اليه الوضع الوقت بدل الضايع في كاس العالم. خليني استعرض صوره لمباراه المحله وانبي، وكان الحكم نادر قمر الدوله، ده حكم ساحه، ادى وقت بدل ضايع، وفي الوقت بدل الضايع حصل اصابه لاحد لاعبي الفريقين سقط على الارض. لو الصوره جاهزه ممكن نعرضها، صوره المحله وانبي، ادي الصوره في الوقت بدل الضايع. استعرض لي بقى الصوره اللي بعدها، ده الحكم الرابع محمود وفا بيقول ايه لحكم الساحه؟ هنزود دقيقتين كمان، يعني انا مدي 5 دقايق وقت بدل ضايع، مدي 4 دقايق وقت بدل ضايع، مدي 6 دقايق وقت بدل ضايع، في ضاع منهم وقت. فبالتالي ده شغل الحكام اللي عايزه توصل لمرحله من العداله، ده اللي ممكن بقى الاعلام يجيبه زي ما بننتقد حكام نشيد بحكام، حكام خدت قرار ان زود دقيقتين في حكم رابع قاعد بيساعد حكم الساحه. مش اعلامي طالع سايب كل شيء في المباراه ورايح ينتقد فقط لغير النادي الاهلي، موضوع صعب جدا. لكن الاصعب منه احنا ما اتكلمناش في اخطاء حكمية في المباراه برغم يعني الفتحه ال 20 غرزه اللي بنقول لقفشه الف سلامه عليك طبعا. يعني وبرغم الدهس الشديد على رجل محمد شريف اللي استحق طرد لاعب محمد فريد شوقي في الدقيقه 20، لكن هنقف عند ما هو أسوأ، لان القصه مش قصه كارت اصفر ولا انذار او كارت احمر، لان احنا كنا بنقول واحنا بنكتب نقول ايه ده قفشه خياطه 20 غرزه بس، ده عشان تاخد ركله جزاء 30 غرزه، ده اللاعب وقع وقام تاني يتعالج وقام تاني، لا ما ماتش يعني، ونقعد نهزر في القصه دي. لكن القصه الهزار الافيه ده قلب بجد مع الخبير التحكيمي الكابتن احمد الشناوي، وطلعوا شوفوا الفيديو ده معانا.
هو ده مش طرد دي خارج يعني؟ منطقه، لا ما تحترق يعني، جابك انذار لان القوه فيها ما فيش، بس هي مالهاش علاقه بالكوره يا كابتن. اه ما ايوه ماشي، ما اختلفناش. القوه المستخدمه كابتن ثانيه، القوه المستخدمه مش مفرطه. ايوه كابتن ثانيه بس انا آه. انا هتناقش مع حضرتك دلوقتي. الكوره فين؟ جوه بره خارج منطقه الجزاء. ماليش دخل لا ماليش دخل هي فين جوه ولا بره. هو احمد عايز يقول ان الكوره بره اللعبه، وهو بره اللعبه هو ما راحش على الكوره. ما هو لا هو كان رايح على الكوره، خلي بالك ايا كان، وده حط رجله التحام بين اتنين. في كوره، في كوره فين يا جماعه؟ الكوره ايوه يا ايوه الكوره بعيده يا كابتن، عنك رجله اتكسر يا كابتن. ايوه يا كابتن، بس القوه المستخدمه فين؟ الكاس ما اتكسرتش رجله. ده ربنا بيحبه انه ما اتكسرتش رجله يعني. هنعترض انا بسال يا كابتن، بس معلش انا عايز اقول حاجه، عشان تطرد لابد من قوه مستخدمه، القوه المستخدمه هنا مش مفروضه، فبالتالي ما ينفعش يدي غير انذار بس. احنا دايما هنا بنجيب كابتن احمد الشناوي، بنتفق معاه في احيان ونختلف معاه في احيان اخرى، ولكن انا شايف ده اسوأ تحليل سمعته او تعليق في مسيره كابتن احمد الشناوي من اول ما انا تابعته وهو بيحلل لقطات تحكيميه. لان فكره الاستهانه بلاعب النادي الاهلي والاستهانه بجمله بس رجله ما اتكسرتش، يعني الموضوع صعب جدا، والموضوع تحول لاستهانه في الكلام بلعبات تخص النادي الاهلي بشكل صعب وشكل محتاج تدقيق وشكل محتاج تحركات. ولكن قبل ما نطلع فاصل، مهم جدا ناكد ان لابد من ان يكون في موقف من اللي بيحصل تحكيميا ومن بعض الامور وبعض التعيينات، الاشخاص اللي بيمشوا والاشخاص اللي بيرجعوا. شفنا التعيينات في وجود احمد ابو العيله كانت عامله ازاي ورجوعه، وانا عندي تحفظ قلته في اكتر من مره على محمد فاروق. محمد فاروق يا جماعه هو لديه كل ما يؤهلك ان انت تتحفظ على وجوده اصلا في اي عمل تحكيمي. الراجل كان بطل نهائي كاس 2018، الراجل جاء في ظروف معروف، نادي سموحه كان مقدم قيمه استخدام حكام اجانب، ولكن كان في اصرار على وجود كابتن محمد فاروق. والغريبه ان في اخر مباراه ليه نادي الزمالك بيفوز بالكاس بهدف غير صحيح، كان في مخالفه على كاسونجو، ثم هذا الشخص بيستمر ان هو يكون موجود في نظام التحكيم. ده عليه 100 علامه استفهام. اعتقد ان سي في وتاريخه لا يؤهله اطلاقا ان هو يكون موجود في مرحله شديده الخصوصيه زي دي. واحنا بنسمع عن اجتماعات موجوده مع كلاتنبرج، نتمنى يكون اساسها ويكون التحرك فيها ان اشخاص اللي بياخدوا قرار او بيساعدوا في صنع القرار يكونوا فعلا ملائمين لاهداف المرحله، والا هنفضل نعرض حالات بالشكل ده وتعيينات من نوعيه كابتن وليد عبد الرازق اللي اعتقد وجوده كان مفهوم اسبابه وشفناه كلنا في الملعب. نشوفكم بعد الفاصل.